عبد الوهاب صور بقى، اتصور وانا راقد، اتصور وانا باين، اتصور وانا نبكي، من حقي انا من تعب على الكاس هذا ولا غيري. هذا كان كلام رئيس بعثة منتخب اليمن للناشئين عبد الوهاب الزرقة بعد انتقادات ساخرة من الإعلاميين والجماهير اليمنية له بعد تعامله مع أجواء الاحتفالات بالتتويج بكأس بطولة غرب آسيا العاشرة. وظهوره مع كل لقطة يوجد فيها كاس، ويزاحم صانعي الإنجازات، وابتسامته واضحة مع الحارس والضاح أنور وهو يستلم كأس البطولة، وزاحم أفضل لاعب في البطولة عادل عباس لاستلام جائزته الفردية، وظهر مجدداً في احتفالية تكريم المنتخب من قبل الجالية اليمنية في سلطنة عمان بجانب الكابتن سامر فضل. معنك صديقي وحبيبي، بس حتى لا تزعل وتقول المفسبكين وكذا، بس تصرفك كرئيس بعثة تصوير بكل كأس بكل ذا، أنت الذي وضعت نفسك لكي الناس ينتقدوك، يعني مفروض تبعد عن الشيء هذا. هذا أول سؤال. طيب حاضر أستاذ نبيل. أولا لازم تفهم أنا مواطن يمني ومن حقي أفرح. ثانيا أنا رئيس بعثة، وأنا من عد المنتخب من أول يوم، أنا من سافر، أنا من تعب، أنا من أكلنا، إحنا من شربنا، إحنا من عالجنا، إحنا من فعلنا. إذا ما أبلش الكأس أنا ماني بالزق أنت يا أستاذ نبيل وأنت جالس بتكتب علينا يعني فرضا. أنا بالزق أنا، أنا اللي بالزحنا الجهاز الفني والإداري، إحنا لنا الحق نشيله. أفرح من حقي أفرح، أنا فرحت 35 مليون، ليش ما أفرحش؟ أنا رئيس بعثة، نعم أنا ما أحب رئيس بعثة أكون متأمر، لا أنا جيت رئيس بعثة وفي نفس الوقت لا بس خدمة المنتخب. يا أستاذ عبد الوهاب لا كلامي أنا ما قاعد خليني أكمل كلامي. أنا جيت رئيس بعثة وبرضو جيت في 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 ضيافة المنتخب وفي خدمة المنتخب أخدم المنتخب، فمن حقي إن نعمل ذي بالما وأنا عضيت الكاس وما حد عمنا ولا حد وقف معنا في الإعداد، والآن تطبوا علينا شل أشيل الكأس وأرتاح، حدي من غيري بأشيل الكأس، أنا اللي عديت والاتحاد وليس الاتحاد الشيخ مصالح هو اللي يتغنى بالكأس. يا سلام يعني تركوا يا أستاذ، تركوا المنتخب وفوز المنتخب ويرجع لك عبد الوهاب تصور بقى، تصور وأنا راقد، تصور وأنا باهن، تصور وأنا نبكي، من حقي أنا من تعب على الكأس هذا ولا غيري بعد قيادة الاتحاد. يا أستاذ عبد الوهاب شوف، مع احترامي الشديد لك، إلا أنك أحياناً ما تتكلمش كلام منطقي، يعني لا تمن على الشعب اليمني بأنه نحن ونحن ونحن. اتحاد الكرة بشكل عام وهناك مبالغ تصرف من الاتحاد اليسوي، ضاف لذلك نحن ما قلنا لكش افرح، بس افرح بأسلوب، يعني أنك تخذ الكأس على اللاعب هذا أكبر غلط، أنت صديقي وأنا أنتقده. في كل بروتوكولات التكريم من يستلم الكأس هو كابتن الفريق، إن لم تكن تعرف يا زرقة قد اسمك مكتوب بالكشف كرئيس بعثة، فلماذا تتسلق كي تؤكد تواجدك من ظهر المنتخب الصغير الذين جعلتم منهم وسيلة في طمس إخفاقاتكم؟ كما كتب أحد الجماهير اليمنية ساخراً: نبارك للإداري عبد الوهاب الزرقة تتويجه بلقب هداف البطولة وأحسن لاعب بالبطولة وأحسن حارس بالبطولة وكأس البطولة وجائزة اللاعب النظيف. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.